خطوتين كده في حته فيها شبكه، والله معمول للبرلمان عكساء، الحكومه اللي عامله لكم عكساء. لا 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 والله انا بامانه انا بقولها لك، انا اللي هو شو اعلامي، زائد برضو ان الاعلام عليه دور، الاعلام بيدور على الخلافات في المجلس، بيدور على الائتلافات والده. كلنا بنحب البلد وكلنا مع القياده السياسيه، مفيش داعي بقى كل شويه نجيب النواب اللي بيعملوا شو اعلامي عشان الائتلافات و25% و30% والجزمه والجواسيس اللي على مصر. لا، دوروا بقى برضو كاعلام على النواب الشباب اللي بيدوروا على اهل الدوائر اللي ناجحين بالناس. مصر لازم التنفيذيين يقلعوا اللياقات البيضاء وينزلوا الناس في الشارع بقى. لازم نتخلى عن دي. لازم نساعد بجد الراجل. يعني هو الموقف ده يا عمرو بيه هو ده اللي استفزك ودعاك للاستقاله، ولا ايه المواقف اللي قابلتها يعني؟ ما روحش الوزير ما روحش. ان اللي دفع فلوس من جيبه عشان يعمل لي دعايه هو دلوقتي اللي بيدعي عليا. الشاب اللي بيقول لي نفسي اشتغل، نفسي في شقه، وكان عشوان فيا واقف جنبي عشان شاب حاسس بيه، والدي كان موظف الله يرحمه، والدتي موظفه وعامل، والدي اللي حاسس بيهم دلوقتي، هم افتكروا ان انا بقى باخد ملايين وكلام اللي بيتقال في الاعلام والوفات وتخليت عنهم. لا صعب قوي، وانا بقولها لحضرتك، انا لو مش بدور على الدايره ههرب زي ما اي نواب بتعمل كتير، وحضرتك تعرف على مدار التاريخ ان البرلماني في مصر نواب كتير بتخلع عن دوائرهم، اخد امتيازات المجلس، اخد بالحلال، اخد امتيازاتي واخد حصانتي وبعد كده ما انزلش تاني. لكن مش ده اللي مصر لازم تدور عليه. مصر الفتره الجايه لازم نواجه، ولازم عندنا يعني واجهه، حتى لو غلط اعترف بغلط، لكن البطانه التنفيذيه في مصر لازم تفوق بقى، لازم نزور الناس في الشارع بجد كده. حرام التعليم والصحه والشباب، هنقعد نتكلم كلام فلسفي كبير قوي ونقعد نقول الراي والراي الاخر واليات العمل، الكلام ده استهلك. خلاص احنا عندنا هم ثلاث قضايا: تعليم، صحه، شباب. شوفوا الشباب زعلان ليه، وشوفوا الحاجات دي كلها، ما ترموش كل حاجه على الرئيس وتعملوا فجوه بين الرئيس والشباب ويرجع بعد كده يقول لك الشباب ما بيحبش رئيس الجمهوريه. لا، الرئيس عمال يدور على الشباب، بس برضه على فكره مش باللقاءات الكرفطات اللي بيجوا والناس دي كلها، لا. بالشباب اللي في الشارع اللي بتتعب، اللي ابوه عامل، اللي بيدور على شغل. مش التنفيذي اللي احنا شايفينه ده هو اللي هينقل للرئيس صوره البلد الحقيقيه على فكره. انا صدقني والله انا اول مره في حياتي اعمل مداخله في التلفزيون. ومش بتاع شو اعلامي ولا عامل القصه ديت عشان شو، لكن بجد صعب قوي ان اللي ينجح بالناس هي الناس بعد كده تدعي عليه. لكن انت قدمت بالفعل يا عمرو بيه قدمت حضرتك الاستقاله بالفعل؟ محترم على فكره، انا بعتها على الـ على الـ على الـ على الموقع بتاعنا بتاع المجلس بمنتهى الاحترام للاستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس. وفي اول اجتماع هعرضها بمنتهى الاحترام، وهي استقاله نهائيه، ولا هي شو اعلامي ولا هي بورقه ضغط ولا اي حاجه. انا كنت رسالتي كلها باحترام ان انا بقول ان انا شاب طالع من وسط الشباب بولاد البلد الغلابه، بيوصل صوته للدوله. طب يا عمرو بيه، انت حضرتك يعني ادرى مني بكثير، يعني الايام دي ايام مفترجه، والوزراء يعني في حركه تعديل او تغيير وزاري هتتم. والله انا بجد يعني انا امبارح بالليل بعد موقف معين مع ناس غلابه حصل لي، خلاص ده حسيت ان طفح الكل زي ما بيقولوا. ايه اللي حصل يا عمرو؟ هي لا ليها علاقه. ايه اللي حصل؟ بقول لحضرتك، ناس ما بالهم 7 اشهر ومن قبل المجلس مقدمين علاج عشان حالات صعبه جدا خارج مصر، ومحدش بيسال فيهم. انا سعيد برضو كذا مره محدش بيعبر وزاره الصحه. الناس بقول لحضرتك، واحد مات الساعه 4 الفجر، مراته دعت علينا لان مفيش مستشفى راضيه تقبلها، مفيش مستشفيات خاصه زي ما الرئيس قبل كده قال ان هي تقبل في خلال 24 ساعه حالات طبعا. مفيش الكلام ده، ما بيحصلش خالص. ما بيحصلش خالص، انا بقول لحضرتك وعلى مسؤوليتي الشخصيه، ما بيحصلش في بلدنا خالص. بقول وزير الصحه في الشارع. وزير الصحه بيقول لك مدير اي مستشفى حكومي ما بيروحش شغل، يعني الوزير سيدي اللي عارفين يعني. والحمد لله هو عارف، اذا بيقول لك اذا كنت تعلم فتلك مصيبه. لكن حضرتك ما حاولتش تروح للوزير مكتبه يا عمرو بيه؟ بص حضرتك، دلوقتي هم بيعملوا نظام جديد قوي، بيجيبوا مديرين مكاتب الاتصال السياسي لزاز جدا. بيقابلوك مقابله جميله وبيشغلوك بوستادي، بس ما بيدوكش اي نتيجه فعليه للدايره بتاعتك. يعني هقول لحضرتك على حاجه وهجيب لك ورق بمستندات بالكلام ده يا استاذ ممتاز. انا عندي مدرستي وانا في اعدادي من 25 سنه. مدرستي لحد النهارده ما تعينتش. مدرستك ما تعينتش؟ كان عندها
انا معايا ورق وانا اقول لحضرتك على الهواء، انا هجيب لحضرتك ورق ومستندات بالكلام ده. وبعت لوزير التعليم خطا من عندهم من 24 سنه بالظبط. وعشان الخطا ده لو اتعالج في ناس كتير هتتحول للنيابه. لحد النهارده اسمها الاستاذه منال، انا بقول لك بالاسم اهو. منال ايه يا عمرو بيه؟ الابتدائيه ب 15 مايو. منال ايه لو سمحت؟ الاستاذ منال عبد الله. منال عبد الله. بمدرسه طه حسين الابتدائيه بمدينه 15 مايو، الكلام ده على مسؤوليه حضرتك وتحاسب عليه. بقى لها كام سنه دلوقتي؟ بقى لها كام سنه؟ 25 سنه، قالوا لها خطا اصل خطا انت كان لازم مش عارف تبقى ايه، المهم اه هيطلع قرار المعاش مع التعيين بقى. مع بالظبط كده المعاش مع التعيين بالظبط، انا قلت لها كده والله، قلت لها قبلها لسه اول امبارح في حفل عيد الام امبارح، قلت لها الله حقك عليا القرار بتاعك هيطلع مع المعاش. والله قلت لها كده فعلا يا استاذ، قلت لها كده. لما بقول لحضرتك لما المدرسه بقى لها 7 سنين مقفوله، هيئه الابنيه التعليميه مش شايفاها. والطلبه كل يوم حادثه ونروح على المستشفى نجيبهم. طب يا عمرو بيه يعني انا برضو هعود. طب بدي اكلم مين؟ طبعا انا هعود لحضرتك لسؤال انا سالته لك. يعني احنا حضرتك عارف ان شاء الله قبل بيان الحكومه حتى الان حتى اشعار اخر انه هيتم حركه تغيير للوزراء، ليه ما استنيتش ما فكرتش انك تستنى بلاش عمليه انك تبعت استقاله دلوقتي، ويمكن خيرها في غيرها تيجي حكومه يكون فيها وزراء عارفين الام الناس بيحسوا بمشاكلهم ويبقى في نوع من التجاوب مع الساده النواب. هقولها لك بمنتهى الصراحه. لان انا كشعبي لما وصلتش في التوقيت ده ان في حاجه غلط في بلدنا وان احنا كشعبيين والريس مصدومين في الوسط الحلقه دي، لما بعتهاش في التوقيت ده ممكن يتكرر الغلط تاني، وبقولها بصراحه مش هسكت عليه. هو من ناحيه هيتكرر هيتكرر طبعا. ما والله بص حضرتك على المرء ان يسعى، احنا بنجتهد وبنحاول نعمل اللي علينا ودي رساله بنوصلها. انا بقول لحضرتك رساله بنوصلها. انا لا املك اللي انا بعمله ده. ان انا النهارده ما قدرتش اعمل حاجه لاهل دايرتي، بقول لحضرتك كان ممكن اهرب زي نواب كتير على مدار التاريخ دخلوا عن دوائرهم وخدوا امتيازاتهم وبعد كده ما نزلوش انتخابات تاني. انا رفضت ان انا اعمل كده. بس طبعا اكيد دكتور علاء بعال هيدعوك يا عمرو بيه تشرب معاه لمونات وفنجان قهوه محوجه من بتاعه رئيس البرلمان. بص وممكن بص تعدل بص عن بص القرار. على فكره بص هقول لك على حاجه، انا صريح معاك برضو على فكره، لو حضرتك رجعت لشرايط المجلس هتلاقيني من اكتر الناس اللي قاموا في المجلس اختلفوا مع الدكتور علاء عبد العال. ولكن برضو عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو راجل اداري وراجل قانون، ولكن مش طول مكان مسيس. يعني ما كانش راجل سياسه، فبرضه يعني خلينا نتكلم بالمنتزه، انت راجل برضه خبره وعارف. اتفضل. ما لا يؤخذ كله ولا يترك كله، هو لسه في البدايه برضه. خلي بالك بقى اللي بيكلمك ده اكتر واحد قام في المجلس انتقد رئيس المجلس. ولكن انا بقول لك لا، من القصه مش كده، هو الدكتور برضه علي لسه قدامه شويه عشان الخبره السياسيه طبعا. على مستوى الشخصي هو راجل مؤدب. هو راجل مؤدب، اعتقد انه يعني مش هيرضيه حال البلد دي وهيبقى ليه وقفه باذن الله مع رئيس الجمهوريه، لان في الاخر صدقني والله لا الرئيس عمره بوطنيته اللي احنا شفناها عايز يفشل، ولا برضو المجلس اللي جاي منتخب من الناس عايز يفشل. هو في بعض الناس اللي بتحب تعمل شو اعلامي، بتحب تسيء للمجلس، بتحب تطلع مع حضرتك تدرس قراراتها وتقعد تتكلم عن الراي والراي الاخر والكلام دوت، هو ده اللي ممكن بيرجعونا ورا شويه. لكن صدقني والله في ناس كتير في المجلس والاغلبيه كويسه ومحترمه بتدور على، وعلى فكره النواب الناجحين فردي في دوائرهم حالهم من حالي، وانا بقول لك لسان بقى ناس كتير قوي لو كلمتها بالصدفه مش عمرو بس، ولا لا في ناس كتير بتعاني ودوائرهم في وسط الناس وتعبانه من اللي احنا تعبانين فيه. طب لكن اثناء عضويتك يا عمرو بيه ما شفتش كده نائب زميل ليك